كل حاجة، ما جاتش على دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك قلبتيها حزن القهر كده ليه؟ لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا بحب اجي هنا اروق نفوخي. بحب افصل من زحمة المواصلات، اصل بره قرف وحر، انما بقى هنا طراوة. ويا سلام بقى لو خدتلي شهر ولا اتنين في الحبس يبقى 100 فل و15. انت بتتكلمي بجد؟ طبعا. هو انت ما سمعتيش اغنية السجن السجن عسلية مهلبية؟ ايوه كده تحكي. لا والله صحيح، نعمل ايه بره؟ بره شقة، انما هنا بقى راحة، اكل اشرب اعيش 100 فل. وبعدين بقى انا في السجن بنام بميعاد وبصحى بميعاد، فبستعيد لياقتي وبحافظ على جمال بشرتي وتألقها، وبرجع الشغل بقى مورده بلعلط كده. والله يبان عليكي هتبقي انتمتي. انتمتك؟ فكي بقى، يلا ارغي ارغي، خلي الوقت يمر. اقولك ايه بس؟ ليلى. ايه؟ ليلى ليلى ليلى. ايه؟ خميني كده اللي حصل؟ ايه، في مصيبة تانية ولا ايه؟ مش هتصدقي. ما تقولي. سالم قمر بمكافأة ليا وليك. نعم يا اختي. والله العظيم. اوعي تقولي بسبب الاجتماع امبارح. اجتماع ايه يا هبلة انتي؟ لا طبعا، أنا عارفة ليه. ممكن تخلصي وتقولي على طول؟ أصل أنا امبارح قلت له إن انتي قريبة يوسف بيه. نعم؟ انتي اتجننتي ولا ايه؟ لو عارف إن انتي بتكدبي. يا بنتي ربنا هيسترها. بقول لك ايه، مش موافقه على الكلام اللهبل اللي انت عملتيه ده. لو جه يوسف دلوقتي وعرف الحوار ده انا هبقى شكلي عامل ازاي؟ ما تقلقيش يا بنتي، مش هيقول له. انت مالك خفيفه كده ليه؟ انا هقول لك ايه اللي هيحصل. سالم دلوقتي هيحاول يقرب منك عشان يكسب يوسف في صفه ويستفيد من وراه، وادي اول خطوه، مكافاه. طب بذمتك انت عمرك خدتي مكافاه من ساعه ما جيتي هنا؟ بصراحه لا. خلاص يبقى تسكتي انت خالص وتسيبيني انا اللي خطط. ادخل. طيب انا هروح اجيب ال منيره. لذيذه صاحبتي. طب ايه، مش هنقعد ولا ايه؟ لا طبعا حضرتك هتقعد، اتفضل. طب يا ستي، مش لما احنا قرايب مش تقولي لي برضه بدل ما اعرف؟ والله العظيم انا ماليه دعوه بالموضوع ده خالص، منيره هي اللي عملت كده. بص، هي كانت بتهزر والهزار قلب جد. انا قلت لها ان هي تروح تقول الكلام ده مش حقيقي. لا. ولو حضرتك عايز نخرج دلوقتي وقولي ان الكلام ده كدب انا هخرج. لا طبعا. تخرجي فين؟ انت عايز تطلعيني كدابه ولا ايه؟ بس انا اكدت لهم المعلومه. انا متاسفه قوي يا مستر يوسف، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس والله العظيم انا هربي منيره دي. بالعكس، ده منيره دي عملت معايا احلى وجه. نعم. أصلاً لو عندي واحدة حلوة زيك كده في العيلة كان زمان اتجوزتها من زمان. أستاذ يوسف أنا. هو أنت ليه مش واخدة بالك إن أنا معجب بيكي؟ ولا أنت واخدة بالك وعاملة فيها مش حابة؟ طب بصي، أنا مش طالب منك إنك تعجبي بيا زي ما أنا معجب بيكي. بالعكس، أنا عايزك تاخدي وقتك وتفكري كويس أوي. وأنا قلتها لك من غير لف ودوران. حضرتك يا مفيش حضرتك. وعلى فكرة الموضوع ده ملوش أي علاقة بالشغل. الشغل حاجة ولا أنا بقوله ده حاجة تانية. وأقولها لك تاني، أنت عجباني. عن إذنك. مستر يوسف. مفيش، هو مش هيعمل حاجة، هو أصلا أكد الموضوع. فعلا؟ شكلها كده هترق وتحلى، قليل لما كنا نترقى قريب. بس على فكرة بقى يا منيرة، أنا مش موافقة خالص على اللي أنت عملتيه ده. موافقة بقى ولا مش موافقة؟
المهم انه طلع ذوق ومحترم وابن ناس. هو بصراحة ذوق قوي. نعم يا اختي ذوق قوي. وفي ايه يا ليلى؟ هي هتلعب ولا ايه؟ هي لعبت خلاص يا منيرة. أنا مش فاهماكي وأنت مش مصدقاني ليه؟ معقولة حبك بسرعة كده؟ إيه؟ سحر ولا شعوذة؟ يسلم؟ هو أنت شايفاني ما استاهلش ولا إيه؟ لا طبعًا تستاهلي، بس مش يوسف بيه مرة واحدة. بت أنت اتكلمي عادل. طب عارفة أنا لو منك كنت قلت له فين المأذون؟ ليه إن شاء الله شايفاني واقعة في دباديبه قوي؟ ليه لا؟ وحش؟ ده الواد قمر. طب والله الواد ده المفروض يبقى نجم سينما. فقير؟ فشر. ده العربية بس العربية اللي راكبها تبني حي بحاله. وانت عايزة ايه تاني؟ هو سلق بيت يا منيرة؟ يا اختي يتسرق ولا يتقلي مش مهم، المهم انك تتجوزي واحد متريش وخلاص. انا نفسي اعرف انت مالك، هو انت اللي هتتجوزيه ولا انا؟ لا ما هو انت مش واخدة بالك. انت حبيبتي لما تتجوزي واحد غني يبقى انا اكيد هتجوز واحد صاحبه. يا شيخة وايه اللي اكدها قوي كده؟ ما هو انت اكيد هتتكلمي عنه لما حد من صحابه يطلب عروسة. انت مش بس هتتكلمي عني، لا ده انت هتمدحي فيا وفي اخلاقي وفي جمالي وشياكتي ومميزاتي النفسيه. بس 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 ده انت فظيعه، انت ما بتبطليش رغي. طب هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هفكر. اوعي تقولي لي انك هترفضي او بتفكري حتى انك ترفضي. هو انا اكيد ما ينفعش اقول الكلام ده دلوقتي يا منيره. هو هيحس. وبرده ما ينفعش اقول ان انا موافقه بسرعه كده، انا ما قابلتوش غير مرتين بس. ده كلام مظبوط. اتقلي التقل صنعة. اقول لك على حاجه بقى، انا مبسوطه قوي من الكلام اللي قالولي ده. ايوه بقى هو ده الكلام، ما تمثليش. وبقول لك على حاجه، انا كمان مبسوطه. انت اتكلمي عدل شويه بقى. والله يا ليلى انا بتكلم جد. اخرجي بقى من الدنك اللي احنا فيه ده، عايزين نعيش عدل. على فكره في حاجه مهمه قوي انت ما تعرفهاش. انا ما بفكرش في فلوسه خالص. طب اقول لك على حاجه، انا هريحك. فكري انت فيه وانا هفكر في فلوسه. عادي مش صحاب؟ عشان احنا صحاب انا محتاجه ان انت تتكلمي معايا بجد شويه. يا ليلى والله العظيم انا بتكلم جد. بصي يا حبيبتي، انت مش محتاجه غير انك تحسي ان انت عايزاه ولو 10%. بعد كده بقى ادي نفسك فرصه انك تقعدي معاه، هتلاقي ال 10% دول بقى 40%. بعد كده اعرفي عيوبه ومميزاته. برافو. هيبقوا 60%. بعد كده بقى يا ليلى اعرفي رصيده في البنك، هيبقوا 1,000,000%. يخرب بيت دماغك انت ايه؟ والله يا ليلى هيبقوا 1,000,000%. فكره والله. امي جاتك القرف. الو صحيتك ولا ايه؟ لا انا صاحيه اصلا. طب كويس. ايه في حاجه؟ وبسرعه في حاجه، بس انا عايز اشغلك، عايزك تفكري فيها طول الوقت. وايه المطلوب؟ هو ده المطلوب. طب احنا ممكن ناجل كلام لحد بكره لما نتقابل في المكتب احسن؟ بس كده؟ قوي قوي. أبقى عندك بكرة من الصبح. أوكي. باي باي. ليلى. إزيك يا ليلى، عاملة إيه؟ والله هو اللي أصر يجي معايا لما قرأ الخبر في الجرايد. أنا معرفتش أقوله. انا حبيت اطمن عليكي بس، انت عارفه معزتك عندنا عامله ازاي. لو ده هيضايقك انا ممكن امشي. لا لا يا نور مفيش اي حاجه. ليلى انت كويسه؟ انا خايفه عليكي. سيبك من انا يا منير، ماما عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. طب لما هي كويسه ما جاتش معاكي ليه؟ مش عايزه تشوفني صح؟ لا لا خالص، بالعكس دي بتدعي لك هي. بس ماما مالها؟ هي تعبت شويه امبارح وجالها غيبوبه سكر. مستر أنا أستنى. طبعا يا رب هموت نفسي عشان أخلص وأخلصها. غلط.
اوعي تفكري كده تاني. انا قريت كل حرف اتكتب عنك في الجرايد، ولو من القاضي هفهم الموضوع كويس ويمكن اديكي براءه كمان. شكرا يا نور. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. انا ومنيره هنطلع على المحامي وهفهمه على كل حاجه، وهقول له كمان ان انا مستعد للشهاده. انا اتعاملت معاكي كتير يا ليلى وعارفك كويس قوي. انت مش مجرد زبونه عندنا في المطعم، ده انا بشوفك كل يوم. شكرا يا نور، ميرسي قوي. نور بيقول انك ممكن تقنعي المحكمه بكل كلامك، وكلامك منطقي جدا كمان. انت كنت بتدافعي عن نفسك وعن ابنك، وده حق مشروع. قسمت الجواز يا منيره. مالها؟ سرقت من البيت. انا لو ما لقيتش الورقه دي هيعتبر ابني طفل غير شرعي. انا شاهده ان انتوا كنتوا متجوزين. المحكمه ما بتاخدش الحاجات دي، لازم ادله وثبوت. طب مش يمكن انت شايلها في حته تانية؟ انا متاكده ان انا كنت شايلها في الشقه في الدولاب. طب افتكري بس. لا يا منيره، انا عارفه مين اللي سرقها كويس قوي. مين؟ معداوي ابو يوسف. وموقف، انتوا مش شايفيني ولا ايه؟ بلغي الموظفين في اجتماع كمان نص ساعة. حاضر يا فندم. وراي. روح اعمل لي قهوة مظبوطة بسرعة. حاضر يا فندم. بسرعة. يا ليلى، لو اقدر اديكي جايزة على اللي انت عملتيه ده ما كنتش هتأخر. مش تقولين انك مسكتي إدارة الشركة؟ نسيت، ما خدتش بالي، كنت بفكر في مليون حاجة. ما انت لو مصحصح كده وفضيل ابوك كنت عرفت منه هو مش مني انا. نعم نعم الله عليك، زي ما سمعت كده. أنا مش هعمل زيك لحد ما تركن على الرف. بكرة مرات أخوك تيجي وتكوش على كل حاجة. دي مخلفة تلاتة. تلاتة. يعني إحنا هنخرج من المولد بلا حمص. ولو عرق الأبوة نقح على أبوك مش بعيد يكتب لها الشركة والمصنع وإحنا نروح في أبو بلاش. أنت شايفة كده يعني؟ أبوك لحد دلوقتي مش مصدق إن يوسف مات. اوعى تفتكر عشان هو واقف وسطينا وبيتكلم يبقى متماسك وعدى الموضوع. هو بيحارب نفسه لحد ما ينتقم البت اللي اسمها ليلى دي. ولاد يوسف لو جم هيكوشوا على كل حاجه، وانا بقى لازم اتحرك. مش معقوله هبقى انا وانت، كفايه ان انت في الترعوح. طب وانت عايزاني اعمل ايه؟ انا مش عايزه اسمع الكلمه دي منك تاني، مش عايزه اسمع الكلمه دي منك تاني. انت المفروض تعرف اللي ليك واللي عليك. اللي انا بعمله ده المفروض انت اللي تعمله مش انا. خلاص يا ست، انا هنزل معاكي الشركه من بكره. شركه ليه؟ ما تروح المصنع. عشان نبقى مع بعض هنا. ايه نبقى مع بعض؟ هو احنا جايين نحب في بعض هنا؟ انا هنا انت هناك، فهمت؟ اه فهمت. انت عايزيني اروح المصنع هناك عشان ابقى عينك، صح؟ انتي زميله عليها لحلوه، فهمتيها لوحدك دي ولا حد فاهمها لك؟ روح لابوك اسأل عليه، شوفه بيعمل ايه، خليه يحس ان عنده راجل بدل ما قرب ينسى. Thank you.
اهلا. اهلا. وانا اللي قلت اني وحشك وعايزه تاخدي وتدي معايا في الكلام زي الحبيبه. انت عارف ان في مشاكل؟ مشاكل؟ لا اعوذ بالله، احنا ما عندناش مشاكل خالص، احنا زي الفل. لا يا حبيبي، احنا لا زي الفل ولا زي النيله، احنا عندنا مشاكل ومشاكل كتير قوي، بس واضح كده انك مش واخد بالك او عامل نفسك مش واخد بالك، او بمعنى اصح اكتر مكبر دماغك. هو في يا حماتي؟ ايه اللي حصل بس؟ ما تقولش كلمه حماتي دي، خلاص ما بقتش قادره اسمعها، كرهتني فيها الله يسامحك. طب اهدي بس، قولي لي ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني؟ اللي مضايقني كتير قوي، انت يا ابني مش قلت لي شهر والتاني وهتعلي الجواز ليلى؟ اه هو ده بقى اللي مضايقك؟ اه طبعا هو ده اللي مضايقني. يا ابني حرام عليك، العمر خلاص ما بقاش فيه بقيه، اللي راح مش قد اللي جاي، ودي بنتي الوحيده وعايزه افرح بيها، ده انا وثقت فيك واديتك اغلى ما عندي، ريحني بقى الله يخليك ويسترك. طب انا هريحك ازاي؟ ما انا لازم استريح انا كمان. وانت هتتعب في ايه بس؟ لا انت ما تعرفيش ابويا، انا ابويا ده راجل مجنون، لو عارف اني متجوز ليلى في السر هيروح يقتلها قبل ما يقتلني. خلاص اروح لنا. تروحي له فين؟ ما ينفعش. بقول لك ايه، شغل الثلاث ورقات ده خلاص ما بقاش يخيل عليا، قسما عظما لو مش هتعلن جوازك بالبيت لا من بكره هنزل وهنزل الخبر ده في كل الجرايد والمجلات. ايه رايك بقى؟ هكدبه يا بجحتك. تاني هقولها لك تاني يا حمادي، انا يوم ما اتجوزت ليلى فهمتها ظروفي كلها، وانتي وافقتي قبليها، يعني انا ما كدبتش عليكوا في حاجه. لا كدبت وخدعتنا كمان، بدليل انك قلت هتعلن جواز البنت ولحد دلوقتي انت ما اعلنتش الجواز. اه قلت كده بصراحه، قلت كده بس قلت على حسب ظروفي برضه. يعني بنتي تفضل متعلقه بظروفك لحد ما تحن عليها يا ابني؟ انا مش ابنك، انا لو ابنك هتخافي على مصلحتي زي ما بتخافي على مصلحه ليلى بالظبط، ولا تكونش هي اللي وزتك تقولي لي بقين دول؟ بقين؟ جوازي من ليلى هيفضل زي ما هو حماتي لحد ما اقرر انا امتى هقوله للناس. مراتي لازم تفضل جنبي تحت اي ظرف. ظروفك اللي تتحملها مراتك دي لما تبقى عيان، ولا حالتك الماديه مش قد كده، ولا فقران، ولا فيك اي حاجه، ساعتها نحطك على دماغنا من فوق. طب ما قلتيش كده ليه من الاول؟ ما كنت قلت لا وريحت نفسك. عندك حق، انت صح، كان لازم اقول لا من الاول. لكن اقول لك ايه؟ قال على راي المثل، كنت فين يا لا لما قلنا اه؟ ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. يوسف؟ قالي ما قلتش ان انت جاي. الله، انت فاكراني بحبك لوحدك ولا ايه؟ انا جاي لحماتي حبيبه قلبي شمس الشموسه، مش كده ولا ايه؟ والله انت كنت في بالي وكنت عايزه اكلمك، بس خفت اكلمك تكون مع باباك عامل لك مشكله ولا حاجه. طب ايه يا حماتي؟ مش هتخش تغيري وننزل نتغدى زي ما اتفقنا؟ هو في ايه؟ انت ناوي تغيري رايك ولا ايه؟ والله العظيم ازعل. كدب بس. انا كدب؟ والله العظيم ما بكدب. بقول لك حاجه، يا رب ماما تقول لا. مش هتقول لا. هتقول لا؟ تراهني؟ تراهني؟ هراهن. ونطلع من هنا على بيتنا؟ لا طبعا مش هاجي معاك البيت، انا هبات مع ماما هنا، وانا كده كده اصلا خصمك مش بكلمك. انت خصمك بجد؟ ايوه. انت كدبه قوي. لا مش كدبه. انا كدب. يعني مش هنطلع على البيت؟ هو لازم يعني؟ حبيبتي يا بنتي، أنا اللي عملت فيكي كده، أنا اللي عملت فيكي كده يا دنا. حبيبتي يا بنتي. صباح الخير يا فندم. خير. أنا بس كنت عايز أبلغ حضرتك إن تقرير الطبيب الشرعي هيكون جاهز على آخر الأسبوع، وأنا ببذل كل ما في وسعي إن إحنا نستلم الجثة. أنا عايزك تطلع لي تصريح زيارة. لمين؟ عايز اشوف البنت اللي عملت كده في ابني. ليه بس كده يا فندم؟ حضرتك شوف انت عايز تعرف ايه وانا اعرفهولك، مفيش داعي انك تقابلها بنفسك وتشوفها. مش عايز كتر كلام، اعمل اللي بقولك عليه. الحمد لله الامور مشيت زي ما احنا عايزين واكتر كمان.
مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، انت راجل محترم وليك حق، عشان كده ربنا وفقنا. ان شاء الله تعبك هتوصلك بكره. ان شاء الله ان شاء الله. متشكرين جدا يا عماد بيه. براحتك. متشكرين براحتك. متشكرين لا جدا لا لا جدا طمرك. جدا طمرك. جدا. اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا عماد بيه. متشكرين جدا. السلام عليكم يا عماد بيه. متشكرين جدا. السلام عليكم. يا ميرفت. لا يا ميرفت مش موافق. يا بنتي ده نصاب نصاب. عريس كويس ايه؟ بقول لك انا مش عايز وجع دماغ. لا يعني لا. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايزه اقابل الاستاذ. طب ممكن تستنيني لحظه؟ اه اتفضلي. يا ميرفت. طب اسمعيني. شوفي انا ما يهمنيش ده كله. في واحده بره عايزه تقابل حضرتك. خليها تخش. ما يهمنيش ده كله بقول لك. انا كل اللي يهمني الاحترام، الاحترام. وده بصراحة ما فيهوش ريحة الاحترام. اتفضل. ميرسي. طب سلام سلام. هنتكلم بعدين بقى. يلا عشان عندي ناس. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ميرسي. تشربي إيه؟ لا ميرسي ولا حاجة. لا، لازم تشربي حاجة. شاي كويس؟ أوكي. خلي يوم اتنين شاي ها؟ كنت بقول لحضرتك أنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل في قضية ليلى. يعني إيه موقفها بعد كده؟ أنا مش هخبي عليكي، هي موقفها صعب جدا رغم إيماني الشديد بحقها في الدفاع عن نفسها. أنت خايفة من حاجة؟ قلقانة من حاجة؟ لا 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 إطلاقا مش أنا يعني أنا خايفة على ليلى لأنه هي ما تستاهلش اللي حصل لها. نجوى القاضي. أيوه. النبي عسل. يلا يا حبيبتي يلا عشان تاكلي. لا لا مش قادره اكل. مش قادره ده ايه؟ لازم تاكلي هتموتي. امسكي محدش هينفعك. امسكي كلي. ايوه كده. بقول لك ايه؟ على فكره انا احتمال اترحل قريب. ايه ده على فين؟ على المنتجع. منتجع ايه؟ السجن. عنبر الحوامل اللي هو انت هتشرفي فيه قريب ان شاء الله. ايه ده طب وانا؟ انتي جلستك امتى؟ معرفش. انتي وحظك بقى. عموما انا قدامي هناك مش اقل من 6 اشهر، حاولي تنجزي بقى وتلحقيني. طب انتي مش حامل، هتروحي ازاي عنبر حوامل؟ مين قال لك يا حبيبتي اني مش حامل؟ ما انا حامل اهو، مش شايفه بطني قدامي؟ لا اصل انا كل مره كده بظبط نفسي، بقول لهم اني حامل عشان يحدفوني على عنبر الحوامل، اصله شرح وطراوه وهادي. باين النسوان هناك بقى ملهاش حيل ترغي خالص، مفرهدين كده كلهم. انت مسخره على فكره. حبيبه قلبي، اكلتي دي؟ هاكلها اهو. الف هنا. بس انا شايفه ان ورق قضيه ناقص. لا يا عبد العزيز بيه، زي ما بقول لحضرتك كده، ده اخويا وانا عارفاه كويس. لو حس ان في لعبه او ان في اي ورقه ناقصه مش هيقبل القضيه. لا ازاي يعني؟ استحاله يكون بيتهرب من حضرتك. هو تلاقيه بس مش فاضي ومش قادر يرد على التليفون. حاضر. عينيا. اول ما يجي هبلغه ان حضرتك كلمته وعايزه. العفو. انا هموت من جوع. ثواني والاكل يكون جاهز. على فكره احنا لازم ندرس ملف قضيه ليلى تاني. ها؟ انت مش قلت هترفض القضية؟ طب وايه اللي خلاك تفكر تقبلها من جديد؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ بقولك جعان جعان. اه خلاص بقى حاضر هعمل لك الاكل على طول. بس قولي والنبي ايه اللي خلاك تفكر تقبل القضية تاني؟ انا عندي ايمان بحقها في الدفاع عن نفسها وعن ابنها. صاحبتها كمان عندها نفس الايمان. حلوة بقى؟ يا مين دي؟ صاحبتها. ما خدتش بالي. قولي لي محروس عامل ايه؟ على فكره اسمه جلال ما اسمهوش محروس. وبعدين هو محامي زيه زيك. محامي فاشل. كده؟ بسهوله كده حكمت عليه بالفشل؟ عنده 30 سنه ومسكش ولا قضيه ولا فتح مكتب. وانت بقى فتحت مكتب وانت عندك كام سنه؟ لا انا مختلف. انا كنت محدد هدفي بكل دقه ووضوح. انت ليه دايما فاكر انك الوحيد اللي بتفكر بنت صح؟ بنت انت ايه؟ فلسفي ولا ايه؟ بقول لك جعان يلا. حاضر.
بجد قول لي ليه فاكرك انت اللي هتبقى تفكر صح؟ النتائج بتقول كده. شوفي انا ازاي وهم عايشين ازاي. انا في ناس في دفعتي لغايه دلوقتي بيشتغلوا في مكاتب محاماه وبمرتب. ايوه بس الناس دي بقى عندها بيوتها واتجوزت وخلفت وعندها حياتها الخاصه اللي انت ما عملتهاش. انت بتحبيه قوي؟ اه بحبه. خلاص انا هعيد نظر في الموضوع ده. تعيد نظر ازاي؟ هو اصلا عمره ما هيجي لنا تاني بعد اللي انت عملته معاه المره اللي فاتت. انت عايز انا اعمل ايه يعني؟ اكلمه في التليفون اقول له انا اسف تعالى اتجوز اختي؟ لا طبعا مش قصدي، بس انا كنت فكرت كده ان عيد ميلادك قرب وقلت ممكن اكلمه اقول له ان انا عامله لك مفاجاه وبعزمه على عيد ميلاد، منها هو كده مش هيحس ان هو جاي على كرامته وفي نفس الوقت انت مش مضطر تتصل بيه. خلاص اوكي. ايه ما قلتليش بقى ايه تاني؟ تقبل القضيه؟ انا اديتها معاد بكره عشان نتقابل. يبقى قبلت القضيه يا عمري. بس الواحد ساعات بيعمل حاجات كده ما بيبقاش واخد باله منها. اكل بقى ولا لسه هترغي؟ اتفضل طبعا من هنا والشفا. تعالى علمها. لا يا عم انا ماليش في المزيكا. على فكره المزيكا دي احلى حاجه في الدنيا صدقني. معاها هتلاقي نفسك بتعيش حاله تانيه خالص. خلود انا عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. عارف؟ طب هي ايه؟ جوازي من ليلى. بابا زعلان قوي من القصه دي. طب ما يزعل يعني انت مش فارق معاك؟ انا لو شلت هم كل واحد هيزعل مني يبقى عمري ما هبقى فرحان. زيك كده بالظبط يا خالد. على فكره انت فاهم اللي انا بعمله غلط. بالعكس انا فاهمك صح جدا عشان كده انا بحبك. بص يا خلوته انت طول عمرك بتعمل اللي الناس عايزاه، طول عمرك عايش عشان تبسط الناس بس. حتى راوي مراتك اللي انت عارف ومتاكد ان انا لا بطيئها ولا عايز اشوف وشها ابدا. فاكر يا خلوده؟ فاكر زمان ماما لما كانت تقعد تغني لنا اغاني محمد فوزي؟ طبعا فاكر. على فكره بقى ماما كانت بتحبك اكتر مني. لا طبعا ماما طول عمرها بتحبنا احنا الاتنين زي بعض. هو بابا بص اللي كان بيعمل فرق بيننا. ولا يهمك يالا، انا وانت مفيش حد في الدنيا دي يقدر يفرق بيننا ابدا. ولا انت ما بتحبنيش يا ولا ايه؟ أنا عمري ما كرهتك. طول عمرك كنت قريب مني. جايز أنا عمري ما قلت لك ده. بس أنت أقرب حد ليه؟ صممت اشوفك. عارفه ليه؟ عشان اقولك ان انا مش هرتاح غير لما اشوفك خارجه من هنا على ظهرك. وحتى لو خرجت من هنا برضه مش هسيبك. اهدى بس يا حاج مش كده. انا اللي مش هسيبك. عايز اقولك انك مش هتشوفي يوم راحه بعد كده. انا بقولك وانا عارف انا بقول ايه. اللي انت خايفه عليه ده مش مننا. شوفي بقى انت جايباه منين.
الناس كلها هتعايره بأمه اللي قتلتي ابني عشانه. كل الناس هتعايره بسيرتك، ومش بعيد لو قتل نفسه. تعرف كويس قوي ان ده ابنكم، بس مش غريبة عن معدون هو يقول الكلام ده. مش حال ابنك كان عايزنا موته؟ انت هتعمل ايه؟ بس انا هقولك على حاجة، انا هعيش يا معداوي، هعيش وهربي ابني. مش بس كده، انا هخلي كل الدنيا تعرف ان هو ابن ابنك، وهيقولوا عليا ان انا مش غلطانة ان انا قتلت الراجل اللي كان عايز يموت ابنه. وهقولك حاجة كمان، انا هخلي كل الدنيا تشاور عليا انا ليلى، الام اللي عندها استعداد تضحي باي حاجة في الدنيا علشان تشوف ابنها لحظة بس في حياته. على فكرة يا معدوم، ما قتلتش ابنك، ابنك كان ميت أصلا. الإنسان اللي عايش عشان نفسه بس بيبقى إنسان ميت. اسأل مراته الأولانية اللي كان بيروح يزورها مرة أو مرتين في السنة بالعافية. أنا متأكدة إن هي لحد دلوقتي ما جات شافت إيه اللي حصل، ويوم ما تفكر تنزل هتنزل عشان تاخد الميراث بتاعها وبس، وهتمشي مش هتشوف وشها تاني. العذاب اللي هتشوفيه يا ليلى عمرك ما كنت تتخيلي انك تشوفيه. انا هخليك بايدك تطلعي ابنك من بطنك وترميه لك لابس سكك، وتتمني انك ما كنتيش تقابلي ابني ولا تتجوزيه.